لكن هل لهذا السبب لتقليل حصة الوزارة المائية تم إصدار قرار بإيقاف زراعة الشرب لهذا العام؟ لا، هو الآن تم تقليله، تقليله إلى أدنى حد، مو إيقاف الآن. 5000، 3000 في محافظة النجف الأشرف، و2000 في محافظة الديوانية. لكن ما تخشى الوزارة أنه يتم التجاوز، لأن اليوم المزارع أراضي زراعية متجاورة، ما تفصلها حدود أبدا، أراضي فارغة، أي حدود ما تحدها. فالفلاح عندما يشوف الجوار مالته يزرع، هذا طبعا وأكو حصة مائية، هو ينظر في عينه أنه هذا المياه كافية أن يزرع، وبالتالي يتجاوز ويزرع مساحات إضافية. بالنسبة للجوار، هذا الفلاح المجاز اللي زرع على وفق موافقة وزارة الموارد المائية واتفاقها مع وزارة الزراعة، طبعا هذا دي يعرض نفسه إلى خطر. خطر أولا هو يكون أمام طائلة القانون، لأنه تعرفون وزارة الموارد من تمنع وتقول المزارعين فلان وفلان وفلان بهاي المنطقة تحددت المساحة. وزارة الموارد هم تخلي تحت طائلة القانون، لأنه زراعة المساحات بنسبة أكبر من القدرة المائية بالأخير دور تواجه مشكلة، شلون توفر لهم مياه. هي هم تريد تحافظ على الناس. الوزارة اليوم كفيلة من تقول للواحد ازرع، تتحمل مسؤولية، توفر له مياه. اللي يزرع على حساب الشخصي راح يكون يهدد وجوده ويهدد وجود الآخرين. لذلك ما تخشى الوزارة وما نخشى احنا انه التجاوزات الأكبر ربما راح تأثر اولا على مياه الشرب للآخرين، وربما تأثر عليهم هم، ما تتوفر الحصة المائية وتنتهي المزروعات مالتهم بسبب شحات المياه.